مش ضروري إذا ولدكن تقتق على صغر يتقتق على كبر. معليه إذا ولدكن تقتق على عمر 3 سنين، هيدا شي طبيعي وهيدا معروف بالتقتقة المبكرة أو الفيزيولوجية، بمعظم الأحيان تختفي من دون علاج. في عدة أسباب للتقتقة، منها ولادة خي أو أخت بالعيلة، أو تغيير صاير بالبيت، أو موت حدا من أفراد العيلة. أي متى بتصير التقتقة مشكلة؟ لما تكفي معهم التقتقة لعمر 4 سنين أو أكثر، هون من الأفضل تستشيروا أخصائي نطق ولغة تيحدد المشكلة ويعالجها. وبليز من الضروري تنتبهوا على مضمون يلي عم يقوله ولدكن، وما تعلقوا على الطريقة يلي عم يحكي فيها، يعني ما تطلبوا منه يعيد الكلمة أو ياخد نفس أو يحكي ببطء. ومش ضروري إذا ولدكن تقتق تتوتروا، لأنه هيدا الشيء بينعكس عليه.